السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم عزيزتي معايا في فيديو جديد على قناة راندامود. واليوم إن شاء الله تشوفوا معايا فيديو في غاية الروعة والجديد في الجلابة المغربية. كيف ما كتلاحظوا معايا موديلات الجدادين بآخر ما كان في الخياطة. تمنى إن شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، وتحت الطلب ديال واحد الاخت خلات لي في التعاليق بلي بغات موديلات جلابه اللي كيجيو بالمسوس، فهما هادو كيظهروا امامك اختي. نتمنى ان شاء الله تكوني كتشوفي لا فيديو. بالنسبه للموديلات ديال السلان اخر ما كاين هما هاد الموديلات هادو، كيجيو بالرباطي، يعني بالنسبه اللي كيجيو دو بياس كيجي القفطان بالرباطي، وفي اغلب الاحيان دائما المسوس كيجي في دو بياس. لحقاش كيكون كيبين، فضروري كيكون القفطان من تحت الجلابه او القميص. موديلات اللي كيجيو بالراندا او بالخياطه ديال المعلم كيف ما كيظهر امامك، وتمنى ان شاء الله يعجبوك هاد الموديلات وتقدري تاخدي منهم فكره ان شاء الله. وبالنسبه لاي استفسار واي سؤال فالرقم كيكون اسفل الفيديو، سواء بغيتوا تعرفوا اي حاجه بالنسبه للخياطه، وحتى يمكن لكم الا بغيتوا يعني ديروا عندنا الطلب على اي موديل من هاد الموديلات اللي في هاد لا فيديو ان شاء الله، فاحنا كنوجدوه لكم. وكنتمنى ان شاء الله يكون يومكم ان شاء الله سعيد، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير مشاهدي الاعزاء. ونخليكم مع تتمة الفيديو، موديلات اللي في غاية الروعة كما كتلاحظوا معايا، موديلات هادو براندا حصيرة كيف ما كيظهر امامكم، شي حاجة لي سامبل وباخر ما كاين حاليا في الخياطة ديال الراندا. وتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب. ولا كنتو جداد اول مرة كتشاهدوا القناة شاركوا باش دائما يوصلكم الجديد، ونخليكم مع تتمة الفيديو. فرجة ممتعة والى اللقاء.